ويتمحور دور وزارة الفلاحة في تنزيل البرنامج على ثلاثة ديال النقاط. المحور الأول هو تحلية مياه البحر، تم الاعتماد ديال تحلية المياه البحر لأغراض السقي لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض جديدة. وفي هذا الإطار قامت الوزارة بإنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر بجهة سوس ماسا شتوكا على مساحة 15,000 هكتار للسقي وإمداد مدينة أكادير بالمياه الصالحة للشرب، ثم تشغيل وتم تشغيل هذه المحطة في دجنبر 2022، وبالكلفة ديالها هي 4.4 مليار ديال الدرهم، الدولة ساهمت فيها ب 1.6 يعني كمساهمة ديال الدولة في الاستثمار. كما شرعنا في بناء محطة تحلية مياه البحر مزودة بالطاقة الريحية بجهة الدخلة والذهب لري واحد المدار سقوي جديد ديال 5200 هكتار، وتزويد مدينة الدخلة وضويحها بالمياه الصالحة للشرب. وكتبلغ التكلفة ديال هذا المشروع 2.5 مليار ديال الدرهم، 1.5 مساهمة ديال الدولة، ومن المرتقب يعني الانتهاء من الأشغال وانطلاق تشغيل المحطة في يونيو 2025. ومن جهة أخرى أطلقت الوزارة دراسة مشاريع للسقي بواسطة تحلية مياه البحر في مناطق أخرى، أذكر منها أولا إنشاء حوض فلاحي بمنطقة شبيكة بإقليم طنطان على المساحة ديال 5000 هكتار عبر إنشاء محطة تحلية بتكلفة 2.2 يعني هذا تقدير مليون درهم، ومنطقة دراسة كذلك منطقة سيدي رحال جنوب الدار البيضاء واللي غادي تكون فيها سقي ديال 8000 هكتار من المحطة ديال تحلية المياه البحر ديال الدار البيضاء، واللي غادي توفر الماء الصالح للشرب لمدينة الدار البيضاء، غادي تعطي الماء ل 8000 هكتار. كما أطلقنا دراسات جدوى ديال المشاريع للري في الآونة الأخيرة بواسطة إحداث ديال هذه المحطة تحلية جديدة في مناطق الشرق، تارودان، تيزنيت، قلميم، بوجدور، الصويرة والوالدية على مساحة إجمالية تناهز 100,000 هكتار، وهذا هو الهدف ديالنا. الموضوع الثاني والمحور الثاني هو مشاريع تحويل المياه والربط بين الأحواض المائية، فكتلعب الوزارة دور رئيسي في إنجاز وتنفيذ المشاريع الكبرى لتحويل المياه والربط بين الأحواض المائية بصفتها كصاحب مشروع مفوض في إطار تعاقدي مع وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. فعملنا المشروع ديال الربط بين حوض سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله على طول 65 كيلومتر واللي انتهى في ظرف أقل من 10 شهور، تكلفة مالية ديال 6 مليار ديال الدرهم، وتم لحد الآن تحويل ما يناهز 130 مليون متر مكعب منذ تشغيل ديال هذا المشروع في غشت 2023. عندنا كذلك مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة اللي إن شاء الله غادي تبدأ فيه الأشغال في الشهر المقبل، وهذا الشيء لدعم طبعا مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب وكذلك السقي في الجنوب ديال السد ديال خروفة، وستنطلق الأشغال في هذا يعني في الشهر المقبل وتمتد على مدى 8 ديال الشهور. الكلفة المرتقبة هي 900 مليون ديال الدرهم. مشاريع دعم تزويد الدار البيضاء ماء الشرب، لان كاين محطات اللي دارت من طرف لو سي بي، وكاين كذلك النقل ديال المياه من المحطه ديال المعالجه للدار البيضاء، حتى هذه وزاره غادي تساهم في تنزيل ديال هذا المشروع. على شكرا سيد الوزير. شكرا.